جيتو ومازال الحبيب ديال ولد عمي حميده هو انت راح عويناتو وقول له العود زرق يا صاحبي ناشتي نبعتو ومصاب دارك ليوكا خليتو وتا محمد ريس والله عند عمي حميده غيلا دعيتو وتا محمد ريس حبيبي لا تنيتو وتا سبع ولد غزال جابو اختو والله شعلنا اليمين فكره ريس هاني عديتو ومحمد ريس صاحبي لا دزتو وشي نسيب زوين شعلنا صاحبي غيلا دمرتو والمولى يجي لنا يجيب شحيبي والعاشوري ويجي انت ويجيب العاشوري وشحيبي ويجيب خوتو واليمين بكرانس قدامكم هاني عديتو والله الفصل منو لا شديتو بحريك والمصطفى رجع لصحتو وامي واجيو عندي على رجلاكم كتغربوا على الشحم وانا كنحصر حداكم اولاد عمي الغازي بقلبي كنبغيكم ولا عند محمد ريس غادي يدعيكم وغاتا من هذه الليله في الغار نحتاجكم انا مشيت لابو عبال كنتفخم بكم ولا عند المكي غندعيكم وديروا المزيان عاوده لنسيبكم مامي
وضف الشباب صغير وسالي صابو ويا ناشوريه واسمع زياد الناس كاتشكرهم ولايني في سيفك شحال كاتفكرهم والله يرحموك انا كراري عزيز عليهم كان هو عبد الله بن عبوه وكانوا ثلاثة بيهم زيد ساول الفريق شمعهم وكانوا ثلاثة بيهم يا ربي غير زيد ارحمهم ولاني كان كراريس كان يعجبهم ولي ما عزيز عليهم وعمر الفلوس بشعل ما همتهم ما شوا كان غلب على الغناية في ما خرج فيهم بالغيوان كان يفرحهم وكانوا كراريس كيسن حدايرهم وعمر الفلوس بشعل ما همتهم وش الحين بالغيوان من هنا دارهم ربي